السلام عليكم اخواني اخوات، مرحبا بكم في فيديو من سوق حد الفرج بتاريخ 6/6/2021. غادي نبداو مع هاد الليموزين اخوان تبارك الله ما شاء الله ثلاثه ثمن باش ولاو دابا 32,000 21,600 ديال الدرهم. سنان الحليب الوزن الوزن شنو نقول لكم 360 كيلو 350 كدا السوق شويه كاين الثمن شحال هذا فين غاديكم؟ هادو ان شاء الله دار بيضاء اخوان خيرات ان شاء الله نشجعني نبين لكم اللهم بارك غير صغار ملي والله يسر لك ولد عمي خلصت لي جيبه واعطي قناة اسواق الماشية بالمغرب يوتيوب اسواق الماشية بالمغرب يوتيوب فيسبوك ولا يوتيوب اللهم يسر تبارك الله خير والله جبت سيرة اللهم امين الله يحفظك تبارك الله عليك تبارك الله عليك نتمنى اخوان الفيديو عجبكم خليو لنا لي لايك المهم تحية لكم كبيرة من هنايا من سوق حد ولاد الفرج الله يسخر الجميع الله ييسر امور كل شيء ان شاء الله تبارك الله عليك هاكم مبروك تبارك الله ان شاء الله ثمن والله الله يجيب لكم التيسير ان شاء الله والرباح خير تبارك الله عليك مولاك السيب هذا انا عرف بي مصطفى شاف ربع عاوني قال لي معطيهم عدو اخوان هذا طالب هذا تاهو مليح تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله اللهم يسر اخوان الله يسخر جاه زوج ثلاثة 21,000 تجيك يا اخوان مليح واحد 21,500 اخوان اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله جمهور البهد جمهور العرض والله يجيب لك فيه التيسير الرباح ان شاء الله اللهم يسر يا اخوان قرصه الدم تصورني نوي مرحبا ثمنو تبارك الله الثمن ديالو هنا ديالو سيدي ديال اي شحال قال 10 ياك زوج 190 تعال وا راش جات مني قال 10 هي 290 2950 اي 2950 الله يسهل على مولاي الله يسهل تعال نقول لك
عادي تمد الوحنيش لا غلوحك ان شاء الله غلوحك صبرك خليه واحد صعيبة اخوان هذا خيرات اخوان انا نجي عندك فين هو كيف نجي عندك نصور المضلع نعطيو المشاهدين المضلع اخو اولدي ماشي خويا واخا اللهم يسر اخوان تبارك الله ما شاء الله اللهم يسر ديال كذا هذا ديال كذا ديال ما شاء الله 24500 ديال الدرهم تقريبا شحال كيلو 400 كيلو اخوان انتم كما تشوفوا هذا هو اللي قال لي اخوان الدري الصغير مضلع عنده العضلات اللهم بارك يا اخوان تبارك الله ما شاء الله باقي واحد بلجيكي باقي واحد بلجيكي اللي تنمشيو نجيبو المشاهدين ديالنا اه تبارك الله ما شاء الله خيرات يا اخوان كما قلنا هنا في السوق حد ولا فلوس خير موجود السلعة هي مليحة تبارك تبارك الله إخوان ما شاء الله اللهم بارك المهم يا إخوان هذا ما عرفناش الثمن ديالو غيكون زوج غيكون زوج وزيادة غيكون زوج وزيادة يلا صورنا واحد بحالو المهم يا إخوان غير نبارطاجيو معاكم باش تشوفوا الفقرة تبارك الله مليح كي داير اللهم يسر خير تبارك الله عندك شوفوا إخوان تبارك الله هذا إخوان هو اللي جالس يقول لي زين نوريك المليح اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله مرحبا مرحبا هذا هو الصديق ديالنا اللهم يسر يا اخوان المهم بارطاجينا معاكم ما عرفناش الثمن المهم تشوفوا شوفوا الخيرات تبارك الله ثاني المهم انتم الاخوان كاع تشوفوا خير اللهم يسر تبارك الله ما شاء الله يا اخوان بلجيكا خيرات تبارك الله.
مليون وستة وخمس 12800 جملة هادو ولا كل حاجة بوحدة؟ غير هادي مليون وستة وخمس هي اللي عارف صافي مولا إخوان مليون وستة وخمس هاد خير هاد أصبر والله يسخر تبارك الله عليكم يا إخوان معكم روح من قلب صوت حلو لك اللهم يسر خيرات تبارك الله